اخوتنا المشاهدين، اليوم غادي نهضروا على المشكل اللي واقع بين سعاد ويسرى بنتها. شكون الظالم وشكون المظلوم في هذه القضيه هذه وفي هذه القصه بالذات اللي خرجت للعلن وحنا كاملين كنستنكروها وما بغيناش تخرج اصلا للسوشيال ميديا، لان هذا الشيء عائلي وخاصو يبقى عائلي، ولو وصل للمحكمه يبقى حد المحكمه، لان السوشيال ميديا ماشي عائلتك غادي تحن فيك. كل واحد باغي يخدم على راسه، كاينين اللي ما كيخافوش الله وكيتنمروا على جميع الطرق، وكاينين اللي كيخافوا الله كيهضروا ولكن في الحق وصافي. اليوم كيف ما قلنا غادي نهضروا شكون اللي ظالم وشكون اللي مظلوم في هذه القصه هذه. كيف ما كنعرفوا حنا سعاد انها مقهوره من جهه بناتها لانهم كيفقسوها او كيغدوها ديك الطريقه اللي مشاو عند مرت الاب وكيقولوا ليها زعما انت راقين عندك الراحه والام ديالنا ما لاقينش عندها الراحه، ان سعاد قلبها قساح على بناتها لانهم كيخرجوا في فيديوهات كيضحكوا ناشطين ودايرين حفلات، والام صافي ما بقاش لها وجود، ولو يكون مناسبه ولو يكون عيد ولو يكون كما شفنا عيد الاضحى داز ذبحوا فيه بقره وما تفكروش الام ديالهم وما مشاوش يصبحوا عليها. هاد الام هادي قلبها قساح على بناتها وحقدات على بناتها، فاش جات هاد الظروف هادي وتحطات بين يديها، واخا الناس كامله كيقولوا لها تراجعي سعاد بناتك ظالمينك، بناتك دايرين مشكل ماشي ما دايرينش فيك العار، ولكن انت مولات العقل. ولكن سعاد تسرعات وما فكراتش وما خماتش ومشات ديك الطريق اللي هي بناتها زعما علاش انا بناتي استنكروني، علاش بناتي عقوني، علاش بناتي فقصوني، وخصوصا البنت الكبيره اللي هي يسرى ما رحمتهاش، لانها حتى يسرى عندها اغلاط واغلاط كثيره. ولكن كيف ما قلنا هنا شكون اللي ظالم واللي ما مظلوم، هما بجوجات ظالمات راسهم وبجوجات ظالمات بعضياتهم. هاد الزوجات هادو واخا هي ام وبنت، ولكن حتى وحده ما كتحن في اختها. يسرى كانت كتخرج واحد الخارجات ما كتحنش في الام ديالها، وكاملين كنتسائلوا كنقولوا علاش هاد البنت كتهضر هكا في الام ديالها، علاش هاد البنت هكا ما كتحنش في الام ديالها وتلدد باش تفقصها وباش تبكيها وما مسوقاش، كدير فيديو الطعن في الام ديالها وكتخرج تضحك وناشطه مع مرت الاب في نفس الوقت. وسعاد داكشي جمعاتو جمعاتو جمعاتو، ونهار بغات تظلم البنت ديالها كان الظلم كبير من تاع يسرى. الظلم اللي ظلمت سعاد بنتها كبر اكثر من هذاك الشيء، لانها سعاد باش كتشوف بنتها مساندة مرت الاب وكتهاديها وكتفرحها وكتقول لها انت هي الام وانت هي الحنان وانت هي العطف، كانت ديك الام كتجمع وباغا تنفجر شي نهار. وفاش لقات هذا الانفجار هذا انفجرات بدون كما تنقولوا بدون توقف، انها خرجت للسوشيال ميديا وما بغاش توقف، ومع العلم انها دابا كتقول لك انا ما غلطتش وانا ما درت حتى شي حاجه، واخا الناس كاملين عائلتها والمقربين والبعاد كلشي كيقول لها سعاد راك غلطتي غلط كبير وفادح، ولكن هي ما كترحمش، قالت انا ما غلطتش. كيف ما قلنا بجوج الظلم بعضياتهم وبجوج الظلم راسهم، ولكن اللي ظلمات كتر هي سعاد، لانها جات حتى الختام حتى الاخير وخرجت كاع داكشي اللي في الجعبه ديالها وداكشي اللي كيدور في راسها. وكيف ما قالت في داك الفيديو البارح انها ما عندهاش 4 سنين باش غادي تحط راسها في هذه المرحله هذه، وهي ما عندهاش يقين انها كاينه شي حاجه. ولو يا سعاد تكون عندك الحاجه، ولو يكون عندك شك كبير وتكوني كاع متاكده، الغلط اللي درتيه انك كتخرجي تسريبات وفيديوهات عفوا وتسجيلات اللي ملي كيهضروا معاك حلو بنا هضرات معاك باش تطلبك، وانتي ضليتيها في شكل ومشيتي سجلتيها وعطيتيها القنوات يخدموا بها. وبنتك كذلك كانت واحد المكالمه بينك وبينها هضرات معاك ومشات قالت رانا هضرت مع الام ديالي وانتي خرجتيها للسوشيال ميديا، حنا عرفناك حاقده عليهم لانهم ضروك، ولكن باش تعاودي وتضريهم داكشي اللي كيضروك به ما غاديش تساليو، غتبقاي تنتقمي وهما غيديروا لك اكثر من داك الانتقام، تنتقمي هما دابا زادوا حقدوا عليك اكثر من داكشي اللي كان حاقدين عليك، وكون صابوا شي حاجه ما يديروا ما اكثر باش يردوا لك الصرف يديروه. احنا شفنا دابا يسرى دارت لك شكايه
يعني بغات تعاقبك وبغات تدخلك للحبس وما غترحمكش، لانكم نتوما بجوجات كل وحده باغا تعطي تصرفيقه للاخرى وما كتحنش بها شويه ديال الحنان ما كاينش بيناتكم. واخا داك التمثيل نهار العرس ديال سعاد شفناهم كيتباوسوا وكيتعانقوا، ولكن كما تيقولوا السن كيضحك السن والقلب فيه خديعه، من قلوبكم ما صافينش لبعضياتكم. انتي حاقده على يسرى بنتك لانها مسانده الاب ديالها، لانها زوجاته، لانها كانت سبب باش ما خلاتش داك الرجوع يتم ديالك توباها قبل ما يتزوج، لانها من بعد الرجوع خرجات وضربات فيك وتاني بسببها تفك داك الرجوع وخسر. ولكن انتي مولات العقل، كان عليك انتي ما ترديش لها الصرف بحال داكشي اللي دارت هي. حنا ما غاديش ليسرى نقولوا مظلومه، يسرى تا هي دي عندها حقها، تا هي ظلماتك وتا هي ما خلات ما دارت فيك، ولكن هادشي اللي دارت سعاد كتر كتر، لانها واحد الحاجه اللي هي حساسه، هذيك مازال كتخرج وكتعاير وكتقول داكشي اللي دير وتفقصها وتمشي عند مرت الاب وتزوج بوها وتحني ليها. ولكن بحال هاد الدقه هذه وحنا كاملين كنا مستنكرين يوصل داكشي اللي كانت كدير، وكانت سعاد عندها الحق كما تنقولوا واحد 96%، واحد 4% اللي كانت مع البنت. ولكن فاش ناضت الام جمعت 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 وفاضت كانت دقتها كبيره، وحنا كلنا ما كناش كننتظروا هاد الدير بحال هكا، كنا كننتظروا ان هاد العائله غادي تجمع، انها غادي تحاب مع بعضياتها وغادي تصالح وغادي ترجع سمن على عسل. ولكن اللي وقع هو العكس، هاد العائله تخربات. دابا كيفاش هاد الزوج هذا مازال غادي يرجع ويكمل مع هاد الام اللي هي قالت فيه هذاك الشيء، وكيفاش هاد البنات هادو غادي يرجعوا تحت جناح الام ديالهم؟ كان عندها كما تنقولوا فرصه كبيره انهم اي وقت يقدروا يتخاصموا مع لبنى، يقدروا يتخاصموا مع باهم، وقع شي مشكل وغيسيبوها هي البوابه الاولى غيمشيو ليها. ولكن دابا سعاد سدات هذيك البوابه بهذا الشيء اللي دارت فيهم، هذا الشيء اللي عرضتهم ليه، وهاد الاسرار اللي خرجتهم للسوشيال ميديا ولصحاباتها وقالت لهم خدموا بهم، سدت ديك البوابه. واخا هاد البنات يتغبنوا، واخا هاد البنات يتخاصموا، خصوصا كانت غير وحده دابا ولاو زوج، حتى البنت الاخرى كنشوفوها حاقده على الام. الا كان مشكل ما غاديش يهربوا عند الام ديالهم، غيقلبوا شي باب اخر فين يمشيو، وما غيمشيوش يرجعوا عندها، لانها هاد الشيء اللي دارت واسرارهم وماضيهم، والناس كلها عندها ماضيها خرجاتو الناس يخدموا به، ما عمرهم غادي يسامحوها. المهم هاد الانسانات اللي هضرنا عليهم اليوم بجوج ظلموا بعضياتهم، وحتى وحده ما قلات كما تنقولوا الرحمه في قلب الاخرى، ولكن الام كان ظلمها كبير وكانت غلطتها. ما غاديش نقول انا ظلم، غنقول غلطتها. حنا ماشي هنا غادي نقولوا حتى حاجه عليهم، لان ربي هو اللي عارف ما في القلوب ديالهم، حنا اللي بعاد غنقولوا غير الله اعلم. ولكن حنا غنحكموا غير على داكشي اللي شفنا في السوشيال ميديا وعلى الهضره اللي كتهضر هذه على الاخرى وهذه اللي كتهضر على الاخرى، وستوب. الله اللي اعلم بالقلوب ديالهم، وكيف ما قلت غير هادشي اللي شفنا واللي تصور لينا واللي خرجوا للسوشيال ميديا شفناهم قصحوا بعضياتهم بزوجات، الام قصحات بنتها والبنت كذلك تهي عندها حقها. داكشي علاش كنقولوا يا ربي تسمح لينا وليهم، والى اللقاء حلقه اخرى ان شاء الله.